هل المحبة أحيانا يعني ما يتشربه هذا القلب على التفريط الذي فيه لا تسبه فإنه يحب الله ورسوله، يأتي هنا إلى موضع معين لقد تابت توبة وهي التي كانت واقعة فيه، إذن في هذه المحبة إن الله لا يعذب ذلك القلب المحب له. أي جيد، بس وش نقول هنا؟ لا أنا بس بغيت أقول كلمة وسحبتها. لا أريد أن تتحول هذه المحبة إلى دروشة. هذا نعم تمام، لكن يعني أنت خذني بلطفك. فقضية المحبة لماذا يعني محبة أن تكون المحبة قلبية دون عمل هذا غير صحيح. فأعطيك مثال، مثلا بعض الفرق وبعض الطوائف تقول يكفي محبة الله ويأتيك ويقع في الموبقات ويقول لك أنا أحب الله. بس هذا يتعمد المخالفة في أصول كل شيء. تمام، فلذلك هذا. لكن الآن الذي وقع منه شرب الخمر الذي ذكرته قبل قليل، لا تسبه في الصحيح. نعم تمام. فلما قام عليه النبي صلى الله عليه وسلم في الخمر إلى الآن ما قال أنه يحب الله ورسوله، إلى الآن أقام عليه الحد وجلده عليه الصلاة والسلام، لكن أثبتها. خذني بلطفك، فالنبي صلى الله عليه وسلم متى قال ذلك؟ لما قال رجل لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به في الخمر. هنا الآن ماذا؟ هنا الآن شوف الفهم الدقيق، الدفاع. لحظة، معناه أن هذا الرجل قد ينظر إليه أنه خرج من دائرة الإسلام وأنه يكفر بالكبيرة، فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الرد العظيم، قال لا، إنه يحب الله ورسوله. طيب شيخ خليني بلطفك خلنا أكمل تمام. فلذلك الآن ماذا حصل؟ الآن الرجل يحب الله ورسوله، لكن تبقى النفس الأمارة بالسوء، تخطئ وتذنب. ولذلك ربنا جل وعلا ماذا قال في الحديث القدسي؟ قال أذنب عبدي ذنبا، سماه عبده، ماذا قال؟ فاستغفر، عمل. ماذا قال ربنا بعدها؟ فعلم أن له رب يغفر الذنب ويأخذ به. جميل، شوف الدقة، يغفر ويعاقب. نعم، فلذلك هذا المعرفة عند العبد، الخوف والرجاء اللي هو العلم عند العبد حمله عن يستغفر. وربنا يعلم ضعف الإنسان بأنه يقع في الخطأ، ولذلك من معتقد أهل السنة والجماعة أن الرجل إذا وقع في الذنب فتاب منه توبة نصوحة بحيث أقلع وندم وعزم على عدم العودة، فإنها توبة نصوحة له تكفر له هذا الذنب. بمعنى، وهذه بين معكوفتين، نعم. إنسان أقرب ما يكون مثال في مثل هذا الأمر التدخين، فإنسان علم أن الدخان حرام، جيد، فقال أنا إن شاء الله تعالى بتوب. فجاء رمضان فعزم، قال أنا في رمضان أقلع وندم وعزم على عدم التوبة. نعم، هل الآن التوبة مكتملة الأركان ولا لا؟ نعم، الآن التوبة تحققت فيه، استوفت شروطها، وربنا جل وعلا يقبلها. خلص رمضان، خلص نصف شوال، ضعف ضعف ضعف، رجع للتدخين، هذا ذنب جديد يحتاج إلى توبة جديدة. الأول خلاص غير متعلق بها، هذا ذنب جديد، ذنب جديد يحتاج إلى توبة. لكن لا تظن أن المسألة تخفى على ربنا جل وعلا، لأن جل الله تعالى هو المطلع على القلوب. نعم، المرة التي رجمت تمام، وقال تابت توبة لو تابها صاحب المكس لقبل الله توبة. نعم، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم له؟ قال ألا ترى كيف جادت بنفسها. المرأة النبي صلى الله عليه وسلم لم يبحث عنها، جاءته قالت يا رسول الله زنيت، صح، ردها. قال لعلك، ثم قال هل أنت حامل؟ قالت نعم. قال اذهبي حتى تضع، وضعت، جته، رجعت، قالت يا رسول الله وضعته وهذا جنيني بين يديها، قال اذهبي حتى تفطميه سنتين تمام، وقبلها حمل قرابة 9 أشهر. ألم تكن أسئلة النبي صلى الله عليه وسلم في البداية يريد أن تستر على نفسها؟ قد يدخل فيها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه هو اللي ما سأل عنها، ما قال شوفوا لي فلانة لا تهرب من المدينة، شوفوا لي لا تغيب، وش نستفيد منه؟ نستفيد منه درء الحدود، الشريعة ما تتشوف. جميل، لكن جميل، خلاص يكفي، تاب واستتر وراح. لكن هي رجعت إليه بعد ماذا؟ جابت ولدها ومع كسرة خبز، قالت يا رسول الله فطمته، شوف كسرة الخبز في فمه، نعم، طهرني. الله أكبر، هذا الحب. نعم صح، هذا الحب. ولذلك قال ألا ترى كيف جادت بنفسها. نعم، فأمر بها، قال من يكفله؟ قال أنا، أخذ الولد يكفله، ثم
أمر بها فرجمت رضي الله تعالى عنها وأرضاها. لقد تابت توبة، لقد تابت توبة لو تابها صاحب المكسي لتاب الله عليه. شبكة المجد، القنوات الآمنة للأسرة.